تكونش طبعا نزحنا قبل 6 اشهر بالهجمة الأخيرة من قبل النظام وأعوانه. نحن من ريف إدلب الجنوبي، أقصى الجنوب من محافظة إدلب، محاذي لمنطقة حماة لمحافظة حماة، ونزحنا لأقصى الشمال في منطقة كفر لوسي. إننا لا نملك المال الكافي لشراء الأرض أو الاستئجار، قمنا بشراء عوازي التي لا تقي من حر الصيف ولا من برد الشتاء، وقمنا بحفر مغارة. المغارة قمنا بحفرها دافع في الشتاء عشان الدفى ومشان عشان البرد. الحمد لله الصحة جيدة جدا، ولكن المال لا نملك. المغارة بدأنا بحفرة من نقطة صفر، معدات بدائية جدا، مطرقة وإزميل فقط لا غير، طبعا بمساعدة بعض الأولاد أولادي وهم بسن صغير جدا، وأنا نمتلك صحة وقوة جيدة الحمد لله. أما ما الحمد لله لا نمتلك. ها هي العوازل، يعني عازل من فوق عازل من تحت. يعني الصيف ماشي الحال، أما باشر الصيف على الانتهاء، نحن على أبواب الشتاء. الشتاء بدي يكون أنت في منطقة عالية جدا وباردة، منطقة جبلية مكشوفة على تركيا، أراضي منطقة جبلية، يعني البرد بدي لهذا السبب قمنا بحفر المغارة.